معانا سلطه طماطم لطيفه وجميله هنعملها بزيت زيتون وتوم. كلنا عارفين التوم من الضرنيات زي الجنزبيل زي البصل، بيعلي طبعا، بيخلصنا من الكوليسترول وبينشط الدوره الدمويه في كل اجزاء الجسم. تعالوا نشوف مع بعض مقادير سلطه الطماطم بزيت الزيتون والتوم. صحيه؟ تغنينا عن الطبق الترشي؟ نوع من انواع المقبلات على السفره بتاعتي بمحتوياتها؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. مهم جدا على فكره، رش الترفه كده. المقادير على الهواء: طماطم شير صغيره موجوده عند الفكهاني دلوقتي في اي مكان، كنا الامان زمان نشوفها في الصوره بس كده، دلوقتي موجود كل حاجه، موجود الفلفل الالوان والطماطم الشيري والحاجات الحلوه اللي عينك كلها بتحبها. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. مقادير بسيطه وسهله: زيت زيتون، ثوم، عصير ليمون، كل مكوناتها هيلث ما فيهاش اي مشكله خالص. والطماطم دي فيها ميزه، فيها نسبه سكريات شويه بنت عم الفراوله. حلو الكلام. انا طبعا من قبل ما نطلع الهواء مسكت الطماطم دي كلها بمساعدة المساعدين بتوعي طبعا، بوجه لهم تحية وشكر. قطعتها انصاص صغيرة. طب هتقولي دي مش موجودة يا شيف مغازي وانت راجل صارف بالعكس والله العظيم رخيصة، الكيلو كله على بعضه ب30 جنيه. خلي بالكم، بتجيب الطماطم الكبيرة. برضه اللي قاعد بيتساءل دلوقتي يعني وقاعد ممكن يقول لك شيف المغازي بيكلف، بالعكس والله كل الكلام اللي انا عامله النهاردة ثلاثة تعريفة. بتجيب الطماطم اللي زي الفل دي معانا وتحط مية مغلية على النار فيها قليل من الملح وعصرة ليمون. تغلي الميه، بتفتح الطماطم من هنا وتحطها في الميه لمده دقيقه، تعد لغايه 10، شيليها تلاقي القشره طلعت لوحديها، تاخديها تتعاملي معاها زي ما انا بتعامل دلوقتي. حلو الكلام. دي بديله، او مش عايزه تشيل القشره اختياري بس يفضل تشيل القشره. حلو الكلام. هنخليها على جنب عشان نتذكرها. تعالوا نعمل السلطه دي كده مع بعض بسرعه واحنا شغالين مع بعض كده. اللهم صل على النبي. هنعمل الصلصه الاول او الدريسنج بتاعها، نعمله مع بعض ازاي؟ زيت زيتون. الله، زيت زيتون هيلسي، قللي شويه مش مشكله، بتعملي دايت قللي شويه. هنحط شويه فلفل اسود، شويه سماق. الله، الطماطم دي هتحبيها على فكره، انا بعشق الكمون مع الطماطم دي زي الفل. سنه بابريكا حلوه، تتبيله كده حلو. حلو الكلام. قليل من الخل حسب، تفاحه وابيض يعني مش مشكله، ما تكترش من الخل كتير، انا شخصيا مش بحبه كتير في السلطه. معانا التوم، معانا سنه شبت صغيره. حلو، شويه توم حلوين، والتوم يكون مفروم ناعم زي الفل يا عم الشيف. والله انت ابن حلال، ده انت مركز قوي بقى، بيقول للناس الملحش. فانا بيعجبني المخرج او يعني الصديق اللي يكون معايا بجد والله العظيم، يعني قال لي يا شيف انت ما حطيتش ملح، انا كنت ناسي الملح. هنقلب دول كلهم مع بعض. فين عصير الليمون؟ عصير الليمون معايا اهو. تركيبه كده يعني خلطه، عايزه تستغني عن حاجه من دول مفيش مشكله، المطبخ له قاعده وله دستور. شفت الخلطه دي؟ زيت زيتون، عصير ليمون، توم طازه، سماق، بابريكا، ملح وفلفل، قليل من الخل. انا حبيت احط خل ابيض لان خل التفاح بيخطف الانظار مش عايزه. اخد الطماطم الحلوه دي كده اهي. عايزه تاكل الطماطم دي وتدعي لي؟ سيبها في الصلصه دي ساعتين زمن، هتخليكي تاكل اي اكل موجود على السفره. مقبلات، فواتح شهية، حاجات أباتايزر كده موجودة يعني على السفرة. زي الفل يا عم الشيخ. نشيل ده كده، نقلبها. في إضافات بقى، إيه هي بقى؟ بقدونس مفروم ناعم، حبين البقدونس، كزبرة خضراء مع الطماطم، تبقى زي الفل. جرجير مفروم ناعم تبقى زي الفل، اختياري. البقدونس مفيد جدا، خلي بالك. السلطه لطيفه وجميله ازاي. يا سلام، قولي في سرك، يا سلام قولي في سرك لو عندك شويه ايه بقى، برغل ناعمين.
او كينوا. الكينوا اللي احنا عارفينها شبه البرغل، تسقيها، تسيبها لما تبرد، خليها في التلاجة مع سلطة زي دي كده، طعميها. عندك برغل مغسول بتاع التبولة، طعميها، وهكذا. حلو الكلام؟ أنا بقول لك أفكار وأنت حرة بعد كده يعني. معانا كسرولة زي دي كده، طبق التقديم يعني، خس كابوتش حلو. دايما بسمي طبق السلطة هو اللوحة الفنية اللي بيعبر عن حب الست أو الأم أو الأخت أو البنوتة الحلوة للمطبخ. طبق السلطة تقطيعها له، اهتمامها بغسيل الخضار، اهتمامها بتقديم الخضار اللي هو جات الخضرة. خلي بالك، نعمين، حلو الكلام؟ مش عارف، بس يلا والله. حاضر يا فندم. نغرف السلطة بالشكل ده كده، حلو. ادي الطماطم بالشكل ده كده. ايه رايك في الصورة الحلوة دي يا فاروق؟ ها؟ بالله عليك. السلطة دي فتح الشهية، حاجة لطيفة.